هذا وتجمع معزون أمام بيت الراقي بالأحمر رحمه الله، وهذا لأداء واجب العزاء للعائلة وللتضامن معها. هذا وفي أول تصريح للعائلة قال ابن الراقي بالأحمر أن والده تعرض للغدر، وكذلك محتسبا نقول لا عن الجريمة التي راح ضحيتها والدها الراقي المعروف بأبو مسلم بالأحمر رحمه الله. ضرب الباب بالبزاف المرحوم الله يرحمه، افتح عليه الباب وضربها ربع ضربات في الصدر، وربي يرحمه وربي يغفر له ان شاء الله، وربي ان شاء الله يكون من اهل الجنه، وان شاء الله نتمنى كل واحد جزائري يدعي له ان شاء الله، وربي يرحمه ومات بالغدره ومات راجل غدره وراح وربي يكون حسبي الله ونعم الوكيل. هذه اللي نقولها، وربي يرحمه ان شاء الله وان شاء الله يكون من اهل الجنه. احنا والله كسكان لولايه غليزان تفاجئنا لهذا الخبر، شنو نقولوا؟ ربي يرحمه ويوسع عليه وحسبي الله ونعم الوكيل. قدم الله اجركم، الله يرحمه برحمه الله، مات مغدور، انسان زعيم، انسان تاقي، بوي قلاليل، الله يرحمه ورحمه الله، الله يرحمه ورحمه الله. ان الله